جديد يختلف عن الجيل الذهبي في قدرته على صنع التحدي وتخطي الصعاب. بوادره كانت مع دورة تونس سنة 1994 أين بلغ الدور النهائي وانهزم أمام الفريق التونسي بطل الدورة. مع أنه دار يعني ديبوردومو إكسبيريور خدم بفرق إصابتين 25 مقابل 26 و جيل حقق بعناده أجمل نتيجة في مونديال إيسلندا عام 1995 مع بلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاته. خمس دقائق فقط تفصلنا عن نهاية هذه المقابلة التي كانت شيقة منذ البداية و جميلة جميلة رايا جميلة من بانادي لضيف الإصابة 25 25 23 صالح المنتخب. شوفوا شوف الروعة شوف جمال والذكاء والدقة في التسديد والمنتخب الجزائري وكأنه يسترجع الثقة في نفسه وربما هذه الإصابات راح تأثر. تدخل موفق أيضا نتمنى كأننا نتمنى أن ينتهي هذا اللقاء ولوكي جميل لا تضيع وضع الكرة وتأتي الدورة الثانية عشرة من كأس أمم إفريقيا المنظمة بالعاصمة البنينية كوتونو التي رسمت الملامح الحقيقية لجيل التحدي رغم أن التشكيلة تغيرت بنسبة كبيرة. بالبطولة كنا لعبنا الألعاب الأولمبية يعني كانت ديسيبسيون شغل جينا شويه كان تغيير في كل شيء في الطاقم الفني نقص تما حتى الطاقم الفني اللي جا هو جعفر بن حسين غير الفريق واحد 70% ومشينا احنا كنا عارفين باللي شغل فريق شاب وحنا قلنا نروحوا نشرفوا الجزائر وخلاص ما كانش الهدف يعني ما كانش هو باش نفوز. افريك تاع 96 اللي كنا احنا ما كنا زعما مع ليكيب اللي راح تدي شامبيون افريك باسكو كيما نقولوا الفريق المصري كان فريق قوي اللي كان مترشح باش يفوز باللقب والفريق التونسي وتقابلنا مع الفريق المصري في الدور نصف النهائي اللي قدرنا نفوزوا عليه بفارق هدف واحد هو اللي زاد حفزنا باش نكون باش نلعبوا على باش ندوا الكاس افريقيا. بعد الفوز عاود فوزنا مع الفريق المصري تم كما قلت تفتحت الشهية والحمد لله عشان تشكون فزنا على الفريق المصري وفريق التونسي يعني هما اللي كانوا فافوري على كل حال والحمد لله كما قلت شغل عاودنا رجعنا كورت ليد تسمى الاعلى المستوى لا باسي نورمالمون سي ولاني مازالني نتذكر عطاهاني رضوان عواشري دار لي ان كروازمون الي وانا طلعت من 9 متر وتيريتها
على كل حال كان فريق يعني كان فريق كان كما نقول انسان واحد يعني كنا مجموعه واحده كنا كان عندنا اسم الهدف تاعنا واحد وهذاك هو اللي كانت القوة تاعنا كانت إرادة كان شيء بزاف عايشين بزاف انسامبل اون جروب حتى في الفندق في التدريبات يعني هذيك هي اللي نظن عطتنا القوة باش فزنا بالبطولة هذه. يجدد العهد مع الجيل الذهبي والكؤوس الخمس المتتالية ليعيد بعد سبع سنوات الكرة الصغيرة إلى الواجهة ويبقى جيل الأمل رمزا يقتدى به.